يتساوى عدد الإناث مع الذكور على مسارات حلبة سكايت بورد هذه في بنوم بينه، مشهد مفاجئ في كمبوديا حيث تبقى الرياضة نشاطا مخصصا بشكل رئيسي للرجال بالنسبة للمنظمة غير الحكومية سكايت ستان التي تنظم ورشات التدريب. هذه تشكل الرياضة سلاحا ضد التمييز ووسيلة لتحرر المرأة. نريد أن نساعد الفتيات بفضل سكايت بورد على تطوير قدراتهن والتخلص من الخوف. نريد أن يبقين على طبيعتهن ويعيشن خارج إطار ضغوط الممارسة من العائلة والمقربين. تقبل الكمبيديات بأعداد قليلة على ممارسة الرياضة بشكل احترافي عالي المستوى، إذ إن نسبة النساء من العدد الإجمالي لرياضي النخبة في البلاد لا تتعدى 20%. مثلت شوف سوتسير بلادها في دورة ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية، هي تتدرب طيلة السنة مع الرجال. يعتقد الناس في كمبوديا أن الرياضة أمر سيء للنساء اللواتي قد يصبحن أشبه بالرجال في حال مارسنها، وبالتالي لن يقبل أحد بالزواج بهن. وتمثل المعايير الجمالية السائدة في كمبوديا عائقا أمام ممارسة النساء الرياضة لكونها تشجعهن على أن يكن من أصحاب القوام الهزيل من دون عضلات بارزة ومع بشرة فاتحة لأقصى درجة ممكنة. وبهدف تصحيح المسار أطلقت الحكومة حملة لتشجيع النساء على ممارسة الرياضة. قررنا جعل النساء الرياضيات اللواتي نلن ميداليات نماذج لبلدنا وأمتنا. نريد أن نظهر أن ممارسة الرياضة لا تحمل أي أثر سلبي على حياتهن، بل ارتدت عليهن إيجابيا. وإضافة إلى القيود في الرياضة، بقيت المدارس المحلية تقدم حصصا لتعليم قواعد متوارثة عبر الأجيال لحسن السلوك لدى النساء، تحض المرأة على ضرورة أن تكون مؤدبة وخجولة وخاضعة لزوجها.